السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات باك فاسيل. aujourd'hui on va expliquer le dosage oxydo réduction. كما كتعرفوا كنا شرحنا فيديو ديال دوزاج اسيدو بازيك. اذا الان غادي نشوفوا واحد الدوزاج اخر كيكون اوكسيدو كيتسمى اوكسيدو ريديكسيون وغادي نشرح لكم شنو هو الفرق بينه وبين الاخر. اذا نفترض مثلا عندي واحد الريسيبيون فيهم دي زيون اف او دو بليس. بيان سيغ حنا كنعرفوا ان لي زيون بوزيتيف صعاب يكونوا في واحد المحلول كيكونوا مع دي زيون نيجاتيف. حنا غير نقولوا حنايا انه اللي كيهمنا هو هاد اف او دو بليس وهاد اف او دو بليس دابا بغينا نديروا ليه الدوزاج. اذا هنا الا بغينا نديروا حنا الدوزاج لهاد اف او دو بليس باش نقلبوا مثلا على لا كونسونطراسيون ديالو اكسيتيرا, فهاد الحاله غنلقاو مشكل انه امبوسيبل دو فيغ لو دوزاج car il n'a pas de propriété acido-basique. Donc, cet if de plus, nous ne pouvons pas l'appeler acide, nous ne pouvons pas l'appeler basique. Donc, dans cette حاله, mais il est possible de dire le dosage acido-basique. Donc, dans cette حاله, on dit dosage. Est-ce qu'il s'appelle dosage oxydo-réduction. Donc, nous avons dit que هنا هذه الحاله عندي ion if de plus. Donc, هذا كيتسمى réducteur. ريديكتور وبغيت ندير ليه الدوزاج بواحد لوكسيدون مثلا واحد لوكسيدون MnO4 موح. اذا هذا هو اوكسيدون. حنا عندنا اوكسيدون اذا كنديروا الدوزاج. طبعا في هذه الحاله الغولاسيون ديال الدوزاج راه ما كتبدلش. كتقول لي انا نورماليتي فوا لو فوليم ديال السوليسيون واحد مثلا هنا نعتبروا ديال الاوكس اوكس كيساوي لا نورماليتي ديال الريد فوا الفوليم ديال الريد مثلا. في هذه الحاله نقولوا فوليم ديكيليبر. اذا حنا نعتبروا اننا في هذه الحاله كنقلبوا على لا نورماليتي ديال اف او دو بليس هي اللي كنقلبوا عليها. دونك مثلا انا كنستعمل واحد لا سوليسيون ديال ام ان او 4 موان عارف الفوليم ديالو عارف لا نورماليتي ديالو وعارف الفوليم ديالها. هو المشكل اشنو حنا مولفين حنايا اننا كنديروا باش نلقاو لو بوان دو كيفالونس كنستعملوا مثلا هنا واحد الفوليم وكنديروا هنا بي اش. وشنو هو بي اش في هذه الحاله؟ هنا ما كاينينش دوك لي زيشونج اللي كنهضروا عليهم ديال اللي ليهم علاقه باش بلس ما كاينينش. اذا في هذه الحاله ما غاديش نخدم بي اش, كنختار واحد البوتونسييل. دونك في هذه الحاله داكشي علاش هنا كيكون عندي واحد بحال الا قلتوا واحد الجهاز ديال ملتي فولتيمتر بحال هذا الشكل كنديروا الدوزاج كنديروا الكوتا كوت كنكوت باغا كوت. وطبعا في هذه الحاله اش كيطرى؟ هاد اف او دو بليس كيطرى ليه لا ريديكسيون وكيكون تما واحد لي زيلكترون في هذيك الحاله. دونك حنا عارفين ان لي زيلكترون ملي كيتفقدوا اولا ملي كيتحركوا كيجينيريو ليا واحد لو كورون. دونك حنا كنحسبوا البوتونسييل ديالو. اذا في هذه الحاله كل مره كنكب شويه هنا كيكون عندي هذاك البيبيت غرادي وقت ما كنكب واحد المقدار كنحسب شنو عطاني هاد البوطا شنو هو هاد او ديالو. يعني مثلا كبيت شويه في نهايه المطاف كيتكون ليا واحد الميبيان كيشبه الميبيان ديال بي اش مع في. طبعا كنقلبوا على لو بوين ديكيليبر في هذه الحاله بهذا الشكل كنلقى ديك في ديكيليبر هاد في ديكيليبر هي اللي كنعوضها هنا تاع الريديكسيون وكتولي عندي معروفه كتولي كوني. وهادو كيكونوا معروفين ديال حيت كاينين هنا عارفينهم. وطبعا كندي هذا لهاد الجهه وكنلقى لا نورماليتي ديال الريديكتور. اذا فهاد شرحت لكم باختصار البرانسيب باش كنخدموا هاد دوزاج اوكسيدو ريديكسيون. ما بغيتش نكثر عليكم بزاف كنعطيكم لي ديتاي حقاش عارفكم متبوعين بليزيكزامان. المهم هذه هي الفكره العامه ديال دوزاج اوكسيدو ريديكسيون. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان. دمتم عافيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.